وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، بيوت الأتقياء ومواطن الأنقياء ومستراح الصالحين وموضع طمأنينية المخلصين، كم تخرج منها من عباد وعلماء ومجاهدين أوفياء، ومنها ينطلق أعظم نداء، نداء الشهادتين والدعوة للصلاة والفلاح، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بيوت الله هي يا عباد الله أحب الأماكن إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذه البيوت قد رتب الله تعالى الفضل العظيم والأجر العميم لمن داوم الذهاب إليها، وجعلها موطنا له يألفها ويحبها ويعتاد الجلوس فيها للصلاة والذكر والعلم وغيرها من أنواع العبادات، إخلاصاً لله تعالى ومتابعةً لنبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم القائل: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان البيت ولمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة، والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقد وعد الله تعالى على لسان نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن من يذهب إلى المسجد صباحًا أو مساءً لصلاة الجماعة بالضيافة التي لا تخطر له على بال في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد له في الجنة نزلًا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطية والأخرى ترفع درجة. والبشارة يا عباد الله تأتي من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن مشى إلى بيوت الله في الظلم، سواء في أول الليل لصلاة العشاء أو في آخره لصلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، ومن علينا بالتوفيق لما تحب وترضى يا جزيل الهبات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب غفور، من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.